في دراسة حديثة نشرت مؤخرا بتحذر من انتشار غاز سام من داخل السيارات منبعث من مواد يفترض انها مضادة للحرائق. الدراسة قالت كمان انه ده ناتج عن ارتفاع درجة حرارة الجو، طبعا العربية بتكون مقفولة فده كمان بيسبب كتمة اكتر. ففي تفاصيل كده اعتقد محتاجين نعرفها، محتاجين نعرف تفاصيل اكتر جمانة عن مخاطر المواد المضادة للحرائق. معانا على الهواء دكتور ياسر حسن، استاذ كيمياء تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث. بنصبح على حضرتك يا دكتور. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذ جمانة، اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيكم يا فندم. عايزين نبسط كده الموضوع مع حضرتك، ايه هو المقصود بالمواد المضاده للحرائق اللي بتبقى موجوده داخل السيارات واللي بتبقى يعني بترتفع مع ارتفاع درجات الحراره، ايه المقصود بيها؟ تمام مع حضرتك. هو طبعا مع دخول مع دخول فصل الصيف حضرتك والتغيرات المناخ حاليا اللي احنا فيها دلوقتي، بنشهد دايما موجات متتاليه من ارتفاع درجات الحراره، وطبعا في بروتوكولات معينه او حضرتك بتنزل الصبح مثلا العربيه بتكون واقفه في الشمس لمده ساعه او ساعتين، لان الشمس بتطلع دلوقتي مثلا الساعه 6 الصبح، بتنزل حضرتك 8 او في ناس بتنزل 9، فالعربيه او السياره الركوب عموما او الباصات بتتعرض لاشعه شمس عاليه جدا، مما يسبب في ارتفاع درجه الحراره داخل السياره نفسها. فهو يعني بنقول بصفتنا احنا متخصصين في الحاجات دي، كيمياء الغازات بالذات، لازم فتح الشبابيك بتاعة السيارة لمدة على الأقل دايما أما بنروح نعمل صيانة أو بنصلح تكييف العربية، لازم قبل ما شغل التكييف لازم أفتح إزاز العربية لمدة مينيمم من 4 لـ5 دقائق، وبالتالي بدي فرصة إن أنا أجدد الهواء جوه السيارة، بحيث الغازات دي تطلع بره العربية. يعني الغازات دي تطلع بره وبالتالي الخطورة بتاعتها بتقل جدا جدا جدا، وبالتالي بستخدم هواء نظيف اللي هي السيركوليشن او دورة الهواء الصح بتخش جوه العربية، وبالتالي افادي الحاجات دي. طبعا في اضافات زي ما حضرتك بتقول بتتحط على الفرش بتاع العربية، التابلو، الاوكر، الحاجات دي، الستيريو نفسه اللي جوه العربيه او التجهيزات الكامله جوه العربيه، وبالتالي ممكن مع ارتفاع درجات الحراره. هم عملوا تجربه فعلا بس هي مش على الـ على الـ على الـ على, الـ على الانسان، يعني على الـ على الـ على الحيوانات، تدي انديكيشن او تدي مؤشر ان هي ممكن تاثر بعد كده على الانسان، وبالتالي احنا بنعمل البروكوشن بتاعتنا وبناخد الاحتياطات بتاعتنا الكامله، وبالتالي ممكن بنستخدم او بنتنفس هواء نظيف جوه العربيه. طيب دكتور، بقينا مؤخرا كمان بنسمع عن مركبات بعينها يعني انها خطر، زي مركبات الفوسفات العضويه، في كمان ماده الادينوسين ثلاثي الفوسفيت. عايز اعرف من حضرتك ايه هي المركبات دي وازاي بتتفاعل مع ارتفاع درجه الحراره، ايه خطورتها، بتبقى موجوده في ايه؟ هي بتضاف حضرتك على الفرش او التجهيزات بتاعه العربيه، وبالتالي طبعا دي علشان الماركات نفسها وسمعه العربيه اللي احنا بنركبها نفسها او طريق وسيله المواصلات، يعني بالتالي بيبقى عليها دراسات كبيره جدا جدا جدا. يعني مثلا هقول لحضرتك على النقيض، على النقيض مثلا المركز القومي للبحوث عندنا عامل مواد للبكتيريا والفيروسات والفطريات بنفس الوقت بتضاف على الفرش، وبالتالي اما مع درجه ارتفاع درجه الحراره او كده بتبدا تعمل لا اكتيفيشن او تشتغل، وبالتالي بتقلل من عمليه تلوث الهواء او بتدينا نوع من الهواء النظيف اللي احنا بنستخدمه. هل في مواد يعني ممكن نقول كده آمنة شوية ممكن استخدمها سواء مثلا وانا داخل السيارة في تنظيف الفرش بتاع السيارة او غيره تبقى آمنة صحيا؟ لا، هو حضرتك اي مادة فيها مادة عضوية بتبقى خطر على صدر الانسان اللي بيستخدمها، وبالتالي مفيش غير ان احنا نعمل تهوية كاملة قبل ما نركب العربية بحيث ان احنا نستنشق هواء نظيف. طيب يا فندم، بالنسبه ل يعني في ناس كتير ممكن تبقى
سايبه حاجات في العربيه يعني صحيح. مثلا اللي هي بتبقى الاير فريشنرز اللي بتبقى موجوده في العربيه، الفواحات اللي بتبقى موجوده في العربيه باشكال مختلفه بتبقى موجوده، الناس بتسيب مثلا بعض العطور، هل في بعض المتعلقات اللي ما ينفعش نسيبها في العربيه؟ كان طبعا اطلاقا ممكن ما ينفعش. انا مع حضرتك، وسؤال وجيه وكويس جدا، اللي هي بتطلع منها حضرتك مع حراره الشمس حاجه اسمها الدي اوسيز اللي هي المواد العضويه المتطايره، وبالتالي دي بتبقى مضره بصحه الانسان او بصدر الانسان ايا كان، وخصوصا بالستات بقى ما نقسمهم حضرتك بتبقى على الستات الحوامل الاول وبعدين الاطفال وبعدين كبار السن. تباع. ففي الحالة دي أنا بنستخدم الفواحة أو بنستخدم المعطر أو حاجة زي كده، لازم حضرتك هوا العربية يعمل تبادل للغازات، أو نجيب فريش إير من بره اللي هي دورة التكييف، أو نفتح الإزاز كويس جدا زي ما قلت لحضرتك طول المداخلة من 3 لـ4 دقائق أو 5 دقائق علشان يبقى متأكدين إن إحنا بنتنفس الهواء الجوي الصح. دايما يعني من عاداتنا كتير انه اول ما نفتح العربيه ونركبها ما نفتحش الشباك، يعني على طول يبقى فيه نفتح التكييف وما بقاش فيه فتره لتهويه السياره من الداخل. حضرتك بتنصح يعني الفتره او المده الزمنيه اللي لازم اهوي فيها بالبلدي كده العربيه ازاي؟ دايما لما بنروح اي نوع ماركة للسيارات، لما بنروح الصيانة بتاعة السيارة نفسها الدورية، المهندس التكييف بيشيك عليه وبيقول لحضرتك لازم قبل ما تركب الصبح او قبل ما تدور او قبل ما تستعمل السيارة من 3 لـ4 دقائق، هي طبعا محسوبة كمية الهواء مع الريت نفسه او كمية الهواء اللي داخلة او التبادل الغازي او تبادل الهواء اللي جوه العربية، من 3 لـ4 دقائق الشبابيك مفتوحه تماما بحيث ان هي تخلص من كل الرواكد او الحاجات اللي هي الضاره، وبالتالي نستخدم هواء نظيف او نشم هواء نظيف وتبقى قياده امنه ان شاء الله. نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ياسر حسن استاذ كيمياء تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث، شكرا لحضرتك يا فندم.